ودكتور مهند، إذا كان يعني الهدف الكبير قد فشلت الأطراف الدولية في حل هذه المعضلة، ماذا عن الهدف الجزئي فيما يتعلق أزمة الحبوب؟ هل هناك انفراجة لهذه الأزمة في هذا الاجتماع اليوم في إسطنبول باعتقادك؟ ربما في المحصلة نصل إلى حل، ولكن كل طرف يرمي الكرة في الطرف الآخر والاتهامات متبادلة. ولكن بوجود الأمم المتحدة وحراك دبلوماسي وراء الكواليس تركي مع كلا الجانبين، ربما يبدو أن روسيا أيضا بطريقة أخرى لا تريد أن تكون ذا سمعة سيئة مع التاريخ وفي المستقبل، طيب، بأنها كانت سببا في هذه الأزمة، نعم، الغذائية الدولية، وبالتالي سوف تسعى بالفعل إلى إيجاد حل حقيقي وإن كان مؤقتا وإن كانت بشحنات قليلة العدد، لأننا نتكلم عن ألغام بحرية، والألغام البحرية إذا ما تضافرت الجهود وتمت التوافقات في الرؤى على نزعها فإننا نحتاج إلى عدة شهور، وبالتالي ربما يكون هناك انفراج ولو جزئية بحيث أن، نعم، يكون حجم الأزمة الغذائية أخف طبعا وإن كانت ستبقى موجودة. طيب.